جاهزين يا شباب؟ الجاهز يرفع ايده، الجاهز يرفع ايده، كله رفع ايده. ميثا ميثا، ايوه ميثا، ايوه برافو. نادر ما رفعت ايدك، نادر ايوه. تنتين، ايوه ايوه. يلا ركزوا معي. ها السؤال الاول، في صلصه طماطم مشهوره عالميا تضاف على البطاطا المقليه وغير المقليه، هل هي كاتشب مايونيز ام خردل؟ 10 ثواني بلشوا، والسؤال ب 250 ريال. شيء بنحطه على الـ على الـ فرنش فرايز، هل هو كاتشب مايونيز ام خردل؟ والاكيد السؤال سهل والناس عم تتطلع، وخلصوا العشر ثواني، واكيد هو كاتشب. مين جاوب صح؟ مين جاوب غلط؟ كله جاوب صح، بس حابب اسال ميثا، مع مين عم تحكي ميثا؟ انت مو مركزه معي بالبرنامج ميثا. انا لا لا والله معك. لا مع مين تحكين؟ مع مين تتحكين؟ منو؟ الحين بطلع، روحي برا. برا؟ ليش برا؟ مين؟ لأنها تزعجني، أختي الصغيرة. أختك الصغيرة، خليها، حرام تطلع معنا بالبرنامج. حرام. راحت. ناديها، حرام. بس بسلم على أمي. كمان أمي إيش حالك؟ هلا اللي بدك إياهم جيبهم لعندك، ماشي؟ يلا، رح نجي على السؤال رقم 2. في شرطة دولية، شو اسمها الشرطة الجنائية الدولية؟ شو اسمها؟ بروتوكول، نيكول، ولا انتربول؟ يا سلام السؤال شو صعب، عن جد السؤال صعب. بروتوكول ولا نيكول ولا انتربول؟ طيب محمد ما جاوب. محمد، ايوه جاوب محمد. قبل ما تعطوني جواب، لا تعطوني جواب الصحيح. محمد من الكويت. محمد، هاي محمد. اسمك ايش دعوه؟ نيكول ولا بروتوكول؟ هي الشرطه الجنائيه دولية. ليش طولت لجاوبت؟ انت اخر واحد جاوب. ليش 8 ثواني لجاوبت؟ جاوبت ايه جاوبت، بس بعد 8 ثواني. ليش؟ مين مزعلك بعدين؟ معاش اللي زعلك يا محمد، معاش. ايه لا ممكن تفكر. اي ما تحتاج تفكير. نيكول ولا معقول يكون الشرطه الجنائيه دولية اسمها نيكول مثلا؟ مو معقول، ما ممكن تكون سحر فوزية، بس مش نيكول. طيب حنشوف مين جواب صح ولا غلط. طبعا الجواب هو انتربول. إذا حدا جواب غلط بدي أزعل. أرجونا، نادر جواب غلط. استعجلت والله. نادر، الشرطة الجنائية الدولية نيكول. شو جواب انتربول. نيكول ولا شنو؟ بروتوكول. استعجال. شو جاوبت؟ بروتوكول. نعم هي الانتربول. يعني قديش لازم ازعل منك انا هلا؟ قديش؟ صغيره كده. طيب ماشي الحال. اسمع هلا، اذا ال11 جاوبوا غلط بجوز ترجع، بس لسه اوريدي معك 250 ريال، ماشي؟